متابعينا الكرام الافاضل، انطلق وعلى بركه الله الشوط الحادي عشر للابكاري المفاريد من المسافه وهي الاثنين كيلومترات من هنا من مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن لعام 2023. ننطلق في اول ايام هذا المهرجان وفي اول سن لهذا المهرجان، ونبدا واياكم ونتعرف على الشعارات المنطلقه الباحثه عن الانتصار وعن النوماس. ننطلق مع المركز الاول ومع انطلاقه شعار محمد بن بخيت بن برقان المقارح، مع انطلاقه سيوف ومع اندفاع سيوف على المركز الاول وعلى البدايه وعلى الصداره. ثاني التحديات يتقدم شعار محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحطابي الشلوي مع انطلاقة سرابة ومع اندفاع سرابة، وأيضا من تسللت من الجانب الأيمن لتتقدم مع المركز الثالث ومع ثالث التحديات. هنا شعار فهد بن غصاب يتقدم الدوسري مع انطلاقة الهائلة ومع اندفاع الهائلة، أيضا القادم والمتواجد على المركز الرابع مبارك بن مبخوث بن محمد يتقدم الصيعري مع انطلاقة سيوف، والمركز الخامس الواصل بهذه اللحظات سيف بن عامر بن صالح يتقدم اليامي مع انطلاقة سيافة. ولكن نعود إلى البداية وإلى الصدارة بعدما أتممنا لكم النداء للخمسة المراكز الأولى. نعود إلى شعار بن برقان يتقدم منذ الانطلاق لحتى هذه اللحظات وهو على المركز الأول مع انطلاقة سيوف واندفاع سيوف. يتقدم محمد بن بخيت بن برقان المقارح، ولكن القادم والمتواجد اجلوي بن محمد بن سعد بن صافي المري مع انطلاقة هول قادمة بكل قوة، والشعار الواصل خالد بن ناصر بن محمد الهاجري قادم مع انطلاقة قمة وصلت مع المركز الثالث، والشعار الواصل والمتواجد محمد بن علوش بن راجس الدوسري مع انطلاقة مودة أوصلت على المركز الرابع. ياهي من أسماء وشعارات تبحث عن نقطة هذا الشوط وعن الفوز وعن الانتصار. القادم عبد الله بن دخيل الله بن رويشد مع انطلاقة سطو قادمة، واللحظات الأخيرة في هذه اللحظات تنطلق أربعة شعارات في موقع واحد، ولكن بقيادة من؟ بقيادة بن برقان وأيضا جلوي بن محمد بن سعد بن صافية. هول غيرت، ولكن الهاجري فرق الصفوف مع انطلاقة قمة اعتلت القمة في الأمتار الأخيرة. خالد بن ناصر بن محمد الكدادي الهاجري مع انطلاقة قمة حسمت الفوز والانتصار. سلام يا ابناء جوف بن هاجر على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز جلوي بن محمد بن سعد بن صافيه مع هول المركز الثالث. هنا شعار عبد الله بن دخيل الله بن سلامه بن رويشد الجهني على ما اعتقد بشعار من قدم لنا سطو، المركز الرابع. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام الافاضل، ومن الإعادة إفادة في هذه اللحظات نعود بالتهنئة وبالنماس لمالك قمة من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة لتكون بطلة هذا الشوط. خالد بن ناصر بن محمد الكدادي الهاجري قدم لنا قمة، تهانينا يا أبناء جوف بن هاجر. التوقيت الزمني 3:12 سبعة أجزاء من الثانية. المركز الثاني حل وصيف جلوي بن محمد بن سعد بن صافي المري. التوقيت الزمني 3:12 46 من الثانية. من قدم لنا هول المركز الثالث عبد الله بن دخيل الله بن سلامة بن رويشد. التوقيت الزمني 3:14 11 من الثانية. المركز الرابع هنا في هذه اللحظات شعار حابس بن سعيد بن مناور الرمالي الشمري مع الذيبة من احتلت المركز الرابع. المركز الخامس شعار محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح مع سيوف احتلت المركز الخامس. تهانينا والف مبروك لك يا الكدادي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا يا مالك قمه من ارسلت التهاني والنماس الى ابناء جوف بن هاجر. تهانينا يا خالد يا بن ناصر يا بن محمد يا الكدادي الهاجري من قدم لنا شعاره في هذا الشوط ليحسم المنافسه والمعركه وينتزع نقطه الشوط السابق. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين، وحظ اوفر لمن لم يحالف الحظ. شوطنا القادم بصوت الزميل جابر بن صالح المري فله الكلمة.
سيف سلمان ومدافعه الثقيلة سمعه وشوفه على الأرض جهاتي ما في أبو سلمان يا الضفرات حيلة كل ما قلتي قضيتي قول هاتي